السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بدرس التراكيب كان وأخواتها أو النواسخ الفعلية مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة الصفحة 28. إذا نبدأ بأقرأ وألاحظ. كانت نجاة طفلة، أصبح الوالد يعمل، صارت نجاة وزيرة. إذا لاحظوا معي الجمل، إذن نجاة طفلة، إذن في الأصل لدينا جملة اسمية نجاة طفلة تتكون من مبتدأ وخبر. نجاة طفلة. لكن بعد دخول الناسخ الفعلي كانت نجاة طفلة، لاحظوا التغيرات الحاصلة. إذن المبتدأ يصبح اسم الناسخ مرفوع، والخبر يصبح خبر وينصب. نفس الشيء، أصبح الوالد يعمل، هنا الخبر جملة فعلية، الخبر جملة فعلية من فعل وفاعل ضمير مستتر. صارت نجاة وزيرة، نفس الشيء، صارت نجاة اسم سارة مرفوع، وزيرة خبر سارة منصوب. إذن لاحظوا نجاة طفلة، إذن كما قلت الأصل في الجملة، إذن الجملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. بعد دخول كان أو إحدى أخواتها أصبحت كانت نجاة طفلة، أو صارت نجاة طفلة، أو مثلا باتت نجاة طفلة إلى آخره. إذن اسم الناسخ هو نجاة، خبر الناسخ طفلة، هنا الخبر مفرد، أصبح الوالد يعمل الخبر جملة فعلية، وزيرة هنا الخبر مفرد. لاحظوا معي أخوات كان، إذن لدينا ظل، ليس أضحى، أمس بات ما زال، ما برح من فك ما دام ما فتئ. إذن هذه كلها نواسخ، إذن تعمل نفس عمل كان. إذن نقول كان وأخواتها نفس العمل، تدخل النواسخ الفعلية وهي عبارة عن أفعال ناقصة. النواسخ الفعلية تعتبر أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، يعني المبتدأ يبقى مرفوع. التغير الذي يقع هو الخبر، ينصب الخبر ويسمى خبرها. إذن النواسخ كان، أصبح، صار، أضحى، ظل، أمس، بات، ليس، ما زال، من فك، ما فتح، ما برح، ما دام. إذن هذه كلها أخوات كان. بالنسبة للخبر، يأتي الخبر إما مفرد يعني كلمة واحدة، مثلا يمكن أن نقول صار الجو جميلا، صار الجو جميلا، أو جملة فعلية مثلا أصبح العامل يشتغل، أو جملة اسمية مثلا يمكن أن نقول مثلا ظل العامل مثلا وهو مثلا يشتغل، أو وهو نائم إلى آخره. إذن أطبق، أدخل على الجملة الآتية كان أو إحدى أخواتها. إذن لدينا جمل، المهاجر معتز بوطنه، المهاجر معتز بوطنه. إذن هنا سنقول أصبح المهاجر معتزا. إذن هنا معتزا غادي تغير، معتزا بوطنه. أصبح المهاجر معتزا بوطنه. مغاربة العالم يحترمون وطنهم. إذن ظل مغاربة العالم يحترمون وطنهم. هنا مغاربة العالم، هنا الاسم مرفوع، الخبر عبارة عن جملة فعلية، إذن الخبر هنا جملة فعلية. الودغيري رجل مجد، الودغيري، إذن يمكن أن نقول كان الودغي
الودغيري كان الودغيري رجلا رجلا مجدا مجدا نعت تابع لمنعوته مجدا كان الودغيري رجلا مجدا. نمر الآن إلى أنشطة الاستثمار. أحدد اسم وخبر ناسخ الفعل فيما يأتي. إذا أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا، إذا الناسخ الفعلي أمسى خبره أو الاسم الجو الخبر باردا. أضحى المهاجر على مقربة من العودة، إذا أضحى الناسخ الفعلي المهاجر الاسم الخبر شبه جملة، إذا على مقربة من جار ومجرور. ما فتئ البحر يهيج، إذا ما فتئ البحر يهيج، يهيج خبر جملة فعلية. نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذا نصل بخط بين الناسخ المناسب بكل جملة ثم نعرب الجمل. صارت نجاة وزيرة، ليس البحر أمواجه عالية أو عالية عفوا، بات القمر منيرا، كان الجو باردا. إذا صار النور ضئيلا، ما زال الحر شديدا، بات المريض نائما، ليس التاجر أمينا. بالنسبة للإعراب، صارت ناسخ فعلي وتاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، يمكن أن نقول كذلك صار فعل ماض ناقص. نجاة اسم صار مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وزيرة خبر صار منصوب. ظل ناسخ فعلي، القمر اسم ظل مرفوع، منيرا خبر خبر ظل عفوا، إذن هنا غادي نديرو خبر ظل، ظل خبر ظل منصوب. ليس ناسخ فعلي، البحر اسم ليس مرفوع، أمواجه أمواج مبتدأ مرفوع وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، عالية خبر مرفوع. إذن خبر ماشي ديال ليس، الخبر ديال أمواج، الأمواج خبر الأمواج، يعني عندنا جملة اسمية أمواجه عالية، هذه جملة اسمية. عاد غادي نجيو غنكتبو هو الجملة الاسمية في محل نصب خبر ليس. إذا ليس الاسم ديالها هو البحر، والخبر ديالها هاد الجملة الاسمية أمواجه عالية. كان ناسخ فعلي، الجو اسم كان مرفوع، باردا خبر كان منصوب. إذا هادو هما الأجوبة بطبيعة الحال خاصة بالتطبيقات الكتابية الخاصة بالتراكيب. إذا نمر الآن إلى أو في الفيديو القادم إن شاء الله نمر إلى همزة الوصل والقطع في درس الإملاء. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.